السلام عليكم ورحمة الله. ما هو دعاء الحمد قبل النوم؟ دعاء مهم جدا، يقيك من عذاب النار. إذا قلته فأنت قد حمدت الله بجميع محامد الخلق، وأنت بهذا الدعاء ترضي الله عز وجل وترضى، ويرزقك الله من حيث لا تحتسب. هذا الدعاء علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. تأمل معي أخي الحبيب ماذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. من قال هذا الدعاء عندما يأوي إلى فراشه، يقول عليه الصلاة والسلام: فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. سبحان الله. أريد أيها الأحبة أن أتأمل معكم بشيء من التفكر والتدبر، لماذا أمرنا النبي بهذا الدعاء؟ النبي رحمة للعالمين، أين الرحمة التي نكسبها إذا قلنا هذا الدعاء وبخاصة قبل النوم؟ ولماذا قبل النوم؟ انظر أخي الحبيب، أول فائدة من فوائد الحمد أن تزداد النعم الموجودة عندك، والدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن هناك علاقة بين الحمد والشكر وبين زيادة النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم، من العطاء يعني. طيب، الزيادة هنا القرآن لم يحدد لنا نوع الزيادة. هذه الزيادة إذن شاملة لكل ما تتمنى: زيادة في الرزق، زيادة في العمر، زيادة في البركة، زيادة في السعادة، زيادة في البر، زيادة تقر عينك أكثر بأهلك وزوجتك وأولادك، زيادة في كل أنواع الخير. والمال طبعا هو نوع من الخير، جزء من الخير، ويسمى أحيانا الخير. قال تعالى: وإنه عن الإنسان لحب الخير لشديد، يعني الإنسان يحب المال. عندما تقول الحمد لله، انظر أخي الحبيب إلى تأثير هذه الكلمة عندما تتذوقها بنفسك وروحك وعقلك، وعندما تخرج من أعماق قلبك: الحمد لله. هذه الكلمة تدل على أنك رضيت بقضاء الله، على أنك شعرت بنعم الله عليك. هذه الكلمة تشعرك بالاطمئنان. الحمد لله الذي كفاني وآواني. طبعا الإنسان عندما ينام يكون محتمي في بيت، في مكان آمن، والإنسان الجائع لا يستطيع النوم، فبما أن الله أطعمك وكساك وآواك وكفاك شر الناس، كفاك السؤال، كفاك الحاجة، فاجعل آخر شيء تقوله تختم به يومك: الحمد لله الذي كفاني وآواني. الحمد لله الذي كفاني وآواني. طيب، الطعام والشراب
ماذا تقول عنه؟ الحمد لله الذي أطعمني وسقاني. سبحان الله. كثير من الناس أيها الأحبة يأكل نعم الله ويشرب من رزق الله ولا يفكر أن يقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني. عندما تقول الحمد لله، الله يزيدك بركة في الرزق وصحة وعافية في البدن، لأنه لولا أن الله من عليك بجسد صحيح وسليم ومعافى لا تستطيع أن تأكل أو تشرب. فعندما تقول هذه الكلمة تشعر بأن ما منحك الله إياه من نعم، من صحة وعافية، أن هذا الأمر يستحق أن تشكر الله عليه. الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، من علي بالنعم، من علي بالعافية، من علي بنعمة البصر والسمع والكلام، وأفضل يعني تفضل علي بنعم أنا أصلا لم أطلبها. كثير من النعم من حولنا أيها الأحبة نحن لا نشعر بها. يعني مثال على ذلك، أنا الآن لا أشعر بنعمة الجاذبية الأرضية التي حددها الله بقيمة معينة. قوة الجاذبية لها قيمة محددة تناسب راحتك أيها الإنسان واستقرارك. انظر، أنا أتحرك بمطلق الحرية. لو ذهبنا إلى كوكب أكبر من الأرض مثل المشتري، الجاذبية هائلة، قوة الجاذبية تجذبك فلا تتمكن من الحركة بحرية. لو ذهبت إلى القمر، قوة الجاذبية أقل بكثير من الأرض، أي حركة تطير في الهواء. وبالتالي اختار الله لك قيمة معينة للجاذبية تجعلك تستقر وتهدأ وتنام بهدوء وتتحرك بحرية. فهذه نعمة تفضل الله بها عليك بدون أن تطلب وبدون أن تشعر. هذا الغلاف الجوي أيها الأحبة من فوقنا، هل تعلم كم يصد عنك من أذى الرياح الشمسية القاتلة فيما لو وصلت إلى جسدك لأحرقته؟ الأشعة فوق البنفسجية، هناك كميات هائلة من الأشعة فوق البنفسجية التي تحرق وتدمر الجلد، يصدها هذا الغلاف الجوي ويصرفها لخارج الأرض، خارج الكوكب. وجعلنا السماء سقفا محفوظة وهم عن آياتها معرضون. نحن لم نطلب من الله أن يزودنا بغلاف جوي يضمن لنا الحماية من شر الأشعة الكونية والرياح الشمسية وهذه الجسيمات القاتلة التي تأتي باتجاه الأرض باستمرار، وهناك نيازك وحجارة كلها تتبدد وتتفتت ولا نشعر بها. الحمد لله الذي من علي وأفضل. إذن أخي الحبيب، هنا لابد أن نذكر نعمة الله تبارك وتعالى. اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. ما الذي ذكر النبي بنار جهنم هنا في هذا المقام؟ النار أخي الحبيب قريبة من كل واحد منا. القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. الإنسان كما في الحديث النبوي يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فالقلوب تتقلب، سمي قلب من كثرة التقلب. لذلك نحن أحيانا نرى إنسان صالح نظن فيه الصلاح،
لسنوات طويلة ننخدع به، فجأة نكتشف أنه منافق. طيب ما الذي حدث؟ لذلك هنا النبي كان من دعائه، بل من أكثر دعائه، ماذا كان يقول؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا أخي، إذا كان هذا حال النبي وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إذا كان هذا هو حال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق، كان يخشى أن يتقلب قلبه، فيطلب من الله ويدعو: اللهم ثبت قلبي على دينك، على طاعتك. ماذا يجب علينا نحن اليوم أن نقول في ظل هذه العواصف من الإلحاد والكفر واللهو والعبث الذي نعيشه في هذا العصر؟ كل يوم أدعو بهذا الدعاء كثيرا. لذلك قبل أن تنام يجب أن تدعو أن ينجيك الله من النار. وبالتالي أخي الحبيب، هنا النجاة من النار تعني دخول الجنة. فإذا كتبك الله، كتب لك نجاة من النار عنده، ستتغير حياتك نحو الأفضل طبعا، ستنتهي كل المشاكل. تصور أنك الآن من أهل الجنة، كم هذا الإحساس إحساس رائع جدا. لذلك والله يا أخي الحبيب، يعني هذا الدعاء ينبغي أن نقوله كل يوم قبل النوم. والنبي يقول: من قال هذا الدعاء فقد حمد الله بجميع محامد الخلق. يعني كل أنواع الحمد أنت دعوت بها، بأنك حمدت الله أنه كفاك وآواك وأطعمك وسقاك ومن عليك وتفضل عليك. فلذلك هذه الصيغة من صيغ الحمد، لماذا أخرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقبل النوم، لتختم بها عملك، لأن الإنسان قد يموت وهو نائم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لذلك الإنسان عندما ينام تخرج روحه، يتوفاها الله ثم يرسلها لك عندما تستيقظ. فكأنما هناك عملية موت كل يوم تتكرر لتذكرك بالموت الحقيقي. وبالتالي إنما الأعمال بخواتيمها، فهنا النبي أرادك أن تختم كلامك. نحن في النهار نتحدث بكلام فارغ كثيرا، نلهو كثيرا، نسمع لكثير من الكلام الفارغ وبعض الأشياء الفاحشة أحيانا، فكأنما هذا الدعاء أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تحمد الله وأن تسأله أن ينجيك من عذاب النار، لتنهي يومك بدعاء عظيم جدا يمحو ذنوبك في النهار. يعني انظر إلى عمق التفكير النبوي، كانت نظرته إلى الآخرة وليست إلى الدنيا، وهذا دليل نبوته عليه الصلاة والسلام. يعني للأسف هذا الكلام الذي نقوله لا يفقهه الملحدون. الملحد يقول لك إن هذا النبي جاء للشهرة والمال والنساء والسبي والحروب والكذا. طيب هل هناك إنسان يريد الدنيا يكون دعاؤه قبل النوم بهذا الشكل، يسأل الله كل يوم أن ينجيه من عذاب النار؟ هل هناك إنسان يريد الدنيا ويستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة؟
هل هناك إنسان يريد شهوات الدنيا والنساء والحروب وغير ذلك، ثم نجده في كل لحظة يذكر الله، في كل لحظة يستعيذ بالله من عذاب الله، اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك؟ لذلك أحبتي في الله، دعوني أعيد قراءة هذا الدعاء ونحفظه معا وندعو به كل يوم، عسى الله أن يزيد رزقنا ويزيدنا عافية وصحة وسعادة وطمأنينة، ويصرف عنا عذاب جهنم إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال إذا أوى إلى فراشه الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. نسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا من عذاب النار، وأن يفرحنا بلقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.